نجي لبلاد كيعود نظامها مشلول. دي باندي دي باندي سي لا بوليتيك, دي باندي سي لا بوب 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 بوليتيك بالبي ار اي تبلومبي. يا المهبول يا المهبول المسؤول او مجهول, كل اللي كيف باه تمشي لبلاد كيعود نظامها مشلول. لا بوليتيك ليكونومي تهدر عليهم تولي انت البوبليك انمي. يا بن بولعيد راني جاي لقبرك نبكي, الحزب تاعك راه حاكم واحد درابكي. رجال يدورهم به يدير رجال احياء مجتمع مدني, ما يعاوس على مجلس ولائي, ما يعاوس على رجال من برلمان جايه من برا تهضر باسم ولايه والاسم مقصود راهو معروف. ما نستناوش في برلمان يجي يهضر على ولايه باسكو رانا نخرجوا حنا ونشوفوا الجزائر هذه واش كاين. ما يدير حتى شيء مع المافيا اللي عنده, ما يدير حتى شيء مع المافيا اللي كاين فيها. عنابه عنابه معزوله وحده, عنابه زايده على 48 ولايه متسببين الناس كل عام بالهم. كل بكري كانوا لي شريف ثلاثه ولا اربعه, درك عندنا 10 شريفات من الكبير للصغير وكل واحد يعرف اسمه. انه الوالي هذا الجديد يعطيه كامل الصلاحيات تاعو بدون تدخل فوقي, هذه حاجه الاولى. الاهداف المرجوه انه هو يوصل لها لتحقيقها محاربه مافيا الفساد, وعلى اساسها على راسها مافيا العقار. يستمع الى جميع سكان ولايه عنابه ويراجع كل المشاريع اللي راهي مطروحه, ويسمع حتى للمسؤولين حتى باش ما نقولوش لابد من مراجعه كل المشاريع على مستوى ولايه عنابه حتى تكون الحقيقه في انجاز هذه المشاريع. واحد المقاول قاعد يبني على كل حال, الناس عم عاطينه تسريح في المقاول هذا البروموتور هذا اللي قاعد يبني, راهو عنده لي باليس نتاعو يعني يقول القانون قانونيا يقول لك المسافه على الباليس تاع الواحد على الباليس يقول لك 15 متر. السيد راهو بقات له 50 سنتيمتر على الباليس وراهو حافر 30 متر في العمق الدابلو, مش حتى السيفلي ولا ديغرادي, راهو الدابلو.